حقق ريال مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد تغلبه على ليفربول الإنجليزي بهدف مقابل لا شيء. ورغم سيطرة مطلقة لليفربول الإنجليزي، لأن ريال مدريد استغل واحدة من الهجمات القليلة التي أتيحت له مسجلا هدف المباراة الوحيد عن طريق لاعبه البرازيلي ليكسر الفريق الإسباني رقمه القياسي لعدد البطولات، ويتربع على عرش أوروبا كأكثر الفرق تحقيقا للكأس للأولورين.